السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتغيير قيادتها العسكرية اليوم داخل العراق، وهذا يشمل أيضا سوريا، وهذا كله يأتي بأخبار حصرية تحصلنا عليها من مصادرنا الخاصة، وهو يعرض لأول مرة على الإعلام. هذا التغيير الذي يأتي في هذه القيادة هو مرتبط بشكل مباشر بقوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب. كل هذا الأمر تم بمراسيم رسمية صباح هذا اليوم، مراسم رسمية هي التي تمت طبعا من ضمن هذه القيادة، وطبعا الذي جرى بأن ماثيو ماكفارلين قد استبدل بقائد جديد، ألا وهو جويل جي بي فاول. هذا هو القائد الجديد لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب، وأساس عمل هذه القيادة وأساس عمل فاول الآن هي لضمان هزيمة تنظيم داعش الإرهابي بشكل رسمي، وتحديدا هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وفي سوريا. عملهم طبعا في العراق ويأتي على المستوى الاستشاري فقط، أي أنهم يساعدون القوات العراقية استشاريا في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. أما على المستوى السوري فالقصة مختلفة تماما. القوة الأمريكية الموجودة هنا طبعا هي قوة قتالية بحتة، تقاتل جنبا إلى جنب وكتفا لكتف مع قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحليفة لها. ولكن القائد جويل جي بي فاول هو ليس بالقائد العادي أبدا. هذا الرجل أساسا كان متمركزا في السابق وعمل في السابق في عدد من الدول الأوروبية، وتمركز أيضا في الشرق الأوسط في المحيط الهادئ في عدد من الدول الأخرى. كان قد خاض 3 جولات قتالية في أفغانستان وجولة واحدة كذلك في العراق، وأيضا هو كان قائدا للكتيبة الثانية من فوج المشاة 327، والتي هي طبعا يطلقون عليها نو سلاك، بالإضافة إلى أنه أيضا كان قائدا للواء القتالي الثالث الذي يطلقون عليه The Rakasans. وهذه طبعا القوات، إن كنا نتحدث عن هذه الكتيبة أو عن هذه الفرقة الأمريكية، هي كلها تابعة للفرقة الأمريكية 101 المجوقلة أو المحمولة جوا. هذه الفرقة المهمة للغاية المتمركزة في فورت كامبل في ولاية كنتاكي الأمريكية، وطبعا هي القوة التي لعبت دورا كبيرا فيما جرى في عام 2003 عندما سيطرت القوات الأمريكية على العراق وغيرت النظام العراقي بأكمله. أيضا كانت قد أوكلت مهام لهذه القوة تحديدا استشارية، أو أوكلت عدد من المهام في حقيقة الأمر من عاصفة الصحراء. وهذه القوة هي تعتبر طبعا من نخبة الجيش الأمريكي، هي القوة الهجومية الجوية الوحيدة على مستوى العالم، هي قادرة على نشر عدد كبير من القوات الأمريكية بسرعة كبيرة للغاية وعلى مساحة واسعة من الأرض. وبالتالي لهذا القائد أن يكون حاضرا وقائدا لفرقة وكتيبة من ضمن هذه القوات، هو لا يعتبر قائدا عاديا أبدا، وله خصوصية خاصة. وطبعا هذا القائد رغم أن عملية الاستبدال هذه في القيادة، في قيادة قوة المهام المشتركة عملية العزم الصلب، هي روتينية كل سنة تجري بهذا الشكل، إلا أن نوعية هذا القائد مع طبيعة القوات التي أيضا جاءت بشكل روتيني إلى العراق وإلى سوريا، ألا وهي الفرقة الجبلية العاشرة، هي تأتي مثيرة للغاية. طبعا تسلمت مهامها الفرقة الجبلية العاشرة في 17 أغسطس، وها نحن أمام تسلم هذا القائد لمهامه طبعا اليوم. وهنالك كلام مهم للغاية عن تغير دور أساسا قوة المهام المشتركة في عملية العزم الصلب، وكان هذا الأمر قد ذكر من قبل ماثيو ماكفارلين القائد السابق طبعا لهذه القيادة، وقال الآتي: تطور مهمة التحالف العسكرية بحسب العوامل والظروف على غرار مستويات التهديدات والبيئة التشغيلية ومستويات قدرات القوات الشريكة. هذا طبعا قد ذكر في 16 أغسطس، وطبعا هذا التغير وهذه التطورات هي تأتي مثيرة للغاية ومهمة للغاية، رغم أنها موجهة مباشرة ضد تنظيم داعش الإرهابي، إلا أننا لاحظنا خلال هذا العام في الأشهر القليلة الماضية نحن أمام انتشار واضح لطائرات الـ A-10 وورتهوغ الأمريكية مع طائرات الـ F-16 وطائرات الـ F-35 الشبح. وطبعا طائرات الـ A-10 وورتهوغ لم تدخل كطائرات عادية، لا أبدا، هي محملة بقنابل البنكر باستر، قنابل مخترق القبو القادرة على ضرب الأهداف والأنفاق والمستودعات أو المخابئ التي طبعا تقبع تحت الأرض. بالإضافة إلى ذلك أننا كنا أيضا قبل أيام قليلة بداية هذا الشهر تقريبا أمام إعلان الرسمي
رسميا بدخول أكثر أو ما يقارب 3000 عنصر من المارينز إلى الشرق الأوسط طبعا إلى الخليج العربي، وعلى متن المدمرات الأمريكية المهمة USS بطان وكذلك USS كارتر هول. بالتالي كل شيء يأتي بتوقيتات مثيرة للغاية في ظل تقارير كثيرة نسمعها عن تحركات أمريكية مريبة خطيرة في نفس الوقت، والبعض يعتقد بأنها عادية. الشرق الأوسط على سبيل المثال وذا كريدل وأيضا عين الفرات تحدثت بأن الأمر ليس عاديا أبدا، والتحركات الأمريكية لها هدف أساسي ألا وهو لتنظيف المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، وستنفذ هجمات ضد المجموعات المسلحة من جنسيات مختلفة موالية لإيران، أي أنها تخطط للقيام بعملية عسكرية ضد الفصائل المسلحة المقربة من إيران. وطبعا كلها هذه القضايا وهذه التقارير تأتي في ظل العديد من المقاطع المصورة لانتشار القوات الأمريكية بهذا الشكل طبعا الذي نراه، وحديث عن أن هنالك عمل عسكري محتمل ضد الفصائل المسلحة المقربة من إيران. حتى الجانب الإيراني بدأ يتحدث عن هذه المسألة، وبدأوا يتحدثون عن جانب حلف الناتو وتوسيع مهامه مؤخرا من أجل طبعا مساعدة القوات العراقية، تطوير الكوادر العراقية. كان الكلام طبعا بشكل واضح عن إسناد وبناء القدرات لوزارة الداخلية العراقية وغيرها. الإيرانيون يجدون بأن هنالك هدفا أمريكيا يأتي خلف هذه القضية. بالتالي هذه المصادر مثل الشرق الأوسط وذا كريدل هي كانت قد نقلت تفاصيل عن مسؤول عراقي بالإضافة إلى 3 مسؤولين عراقيين آخرين، واحدا منهم هو تابع أو قائدا لإحدى الفصائل المسلحة الموجودة في العراق والتي تتواجد إلى شمال غرب العراق. هذه هي الحدود العراقية السورية كما تلاحظون، والتفاصيل التي ذكرت بأن القوات الأمريكية في حقيقة الأمر وهذه التحركات المكثفة من كل المقاطع التي نراها هي تأتي في الداخل السوري أكثر من أن تكون في الداخل العراقي، أي أن الهدف هو الداخل السوري، وكذلك أن الهدف الأساسي هو القيام بعملية عسكرية أمريكية بمساندة وبوجود طبعا قوات قسد أو قوات سوريا الديمقراطية تجاه الفصائل المسلحة المقربة من إيران التي طبعا تأتي إلى غرب نهر الفرات. والأساس من هذه العملية هي تقدم هذه القوات بهذا الشكل الذي ترونه وتسيطر على هذا الطريق بأكمله. وفي نفس الوقت أيضا أن طائرات الـ A-10 وارتهوغ وهي تحمل قنابل مخترقة القبو ستكون قادرة على تدمير قاعدة الإمام علي على سبيل المثال، التي تأتي هنا كنقطة استراتيجية للفصائل المسلحة عندما يرسلون أسلحتهم من الداخل العراقي إلى الداخل السوري. وبالتالي كل شيء سيكون مغلقا على هذه الفصائل مع اندلاع هذه العملية بحسب هذه التقارير التي ذكرناها لكم، وبالتالي الطريق كله سيقطع. الطريق القادم من إيران إلى بغداد إلى سوريا إلى لبنان كله سينقطع وستنتهي هذه المسألة، ولن تكون قادرة هذه الفصائل على فعل شيء. ولكن أيضا في نفس الوقت بعض المصادر الأخرى التي ذكرناها لكم من مصادر في الشرق الأوسط على سبيل المثال تحدثت بشكل واضح بأنه هنالك توزيعا أو انتشارا للقوات الأمريكية من أجل مواجهة أو تغيير قواعد الاشتباك مع روسيا تحديدا، لأن الروس بدأوا يشتبكون مع الطائرات الأمريكية في أكثر من مناسبة مع الطائرات المسيرة من طائرات MQ-9 ريبر الأمريكية الشهيرة. هنالك عدد من الاشتباكات التي تجري بين هذين الطرفين. بالتالي نحن أمام ظروف متصاعدة في هذه النقطة، والإيرانيون لديهم نظرة كما تحدثنا. الخبراء الإيرانيين الآن بحسب الأوساط الإيرانية يجدون أن الأمر يتعدى هذه القصة، بل أنه يوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد البقاء تحت شعار أو تحت ظل أو تحت غطاء حلف الناتو هذه المرة بتوسيع مهامهم، وهم يريدون طبعا رفع عدد القوات الأمريكية إلى 4000 عنصر تحت طبعا ظل أو مظلة حلف الناتو. بالتالي هو يوضح بالنسبة لإيران بأن القوات الأمريكية لا تريد أبدا الخروج من منطقة الشرق الأوسط، وبأن إيران تعتبر هذه المسألة هي تهديدا لأمنها القومي كما دائما ما تتحدث للجانب العراقي. بالتالي نحن أمام تطورات ليست بالعادية، وخاصة أن هنالك طائرات رقابة كبيرة للغاية مثل الـ RC-135 River Joint كانت قد لوحظت في على الفلايت ريدار 24 وهي تحلق في هذه المنطقة في منطقة الشرق الأوسط فوق الأراضي العراقية. إذا ما اقتربنا سنلاحظ أن هذه الطائرة مؤخرا هي طبعا تحلق ذهابا وإيابا
فوق الخليج العربي، وهي تراقب طبعا الجانب الإيراني وما ممكن أن يفعله. وطبعا أيضا في نفس الوقت هذه الطائرة أيضا كما نلاحظ حلقت فوق الأجواء العراقية، ودعونا نقترب أكثر لكي نلاحظ أين هو التحليق. واضح جدا أن التحليق يأتي لمراقبة أيضا كما هو واضح الحدود العراقية السورية وما يأتي على مستوى الداخل السوري، بل المصادر الموجودة في داخل سوريا مثل دير الزور 24 كانت قد نشرت مؤخرا أن هنالك تحليقا بهذا الشكل لمروحيات تابعة للتحالف الدولي فوق منطقة العزبة التي تأتي طبعا إلى غرب دير الزور. لا زالت منطقة من الممكن أن يحدث فيها كل شيء بحسب ما نشر هنا، وأيضا أن عين الفرات تستمر في نشر الكثير من التقارير، هي وصد الشرقية وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان، لتؤكد بأن هنالك تمركزا من جهة الفصائل المسلحة طبعا المقربة من إيران، وبأن هنالك اشتباكا قادما، وهنالك حتى تقرير اليوم كان قد صدر من نفس المصدر كما تلاحظون في 22 أغسطس تحدث بأن الفصائل المسلحة المقربة من إيران أرسلت شاحنات من العراق إلى البوكمال، ونشروا مقاطع هذه الشاحنات التي لم يتمكن أحد من تفتيشها عندما عبرت الحدود العراقية إلى داخل سوريا، وكانوا قد أوضحوا هذه طبعا الشاحنات المجهولة التي تحركت باتجاه غرب نهر الفرات، فالفصائل أيضا مستنفرة وتستعد لأي هجوم ممكن أن يكون قادما من قوات التحالف الدولي أو قوة المهام المشتركة من عملية العزم الصلب في ظل كل هذه التفاصيل طبعا التي نذكرها لكم. بالتالي ظروف كبيرة للغاية، تغير كبير للغاية الآن يحدث على المستوى الرسمي ضد داعش، ولكنه يأتي متزامنا مع تقارير مثيرة للغاية.